حول هذا البيان وهذا الخبر ينضم إلينا اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية. سيادة اللواء أهلا وسهلا، بعد ما قرأنا في هذا البيان أو هذا الخبر، كيف ترصد جهود مصر منذ اليوم الأول وحتى الآن في إنهاء هذه الحرب، في خفض هذا التوتر؟ مساء الخير، ومساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام. طبعا البيان المصري اللي صدر اليوم بشأن الموقف في القضية الفلسطينية بيان قوي، واعتقد ان هو جاء في توقيت مناسب جدا. مصر كانت تظل المساند الاكبر للقضية الفلسطينية، وصفتها اكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية. لذا دائما ما تتخذ تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمسدد القضية الفلسطينية. مصر على فكرة بذلت إثارة جهدها لإنهاء التوتر الحالي في المنطقة من خلال العديد من الأنشطة، مفاوضات مع الوفد الإسرائيلي وحماس في القاهرة وقطر، عقد مؤتمر القاهرة للسلام 3 أكتوبر 2023، قمة الرياض، احتفالية تحيا مصر وتحيا فلسطين. كل هذا مصر تقوم به ولا تترك القضية الفلسطينية نهائيا، ولا سيما مع إمكانية تغيير المشهد الحالي. إلا أننا رغم ده كله بنشهد العديد من العراقيل من كافة الأطراف، وخاصة فيما يخص إنفاذ المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة في ظل إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني. برضه هنبص نلاقي إن مصر كثفت إجراءاتها خلال الفترة اللي فاتت ومنذ 2013، ده مجهود ما نقدرش ننكره، اللي هو في إطار مكافحة الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وهي مصر نجحت نجاح باهر بصراحة في إغلاق هذه الأنفاق بشكل كامل لما كانت تمثله. الأنفاق ده هي التهديد للأمن القومي المصري، خاصة في مجال الإرهاب، وده بشهادة قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ 2013. أيضا هنا هنبص نلاقي إن ما نقدرش ننكر بقى الجهود المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المحتجزين، وده يعني واجع عراقيل غير طبيعية من الحكومة الإسرائيلية وخاصة نتنياهو، وده أدى إلى تدهور الأوضاع بشكل كامل في القطاع، وخاصة فيما يخص الجانب الإنساني والإنساني. سيادة اللواء، وبناء على ما ذكرته، ما هي رؤية مصر بشأن حل القضية الفلسطينية؟ بص حضرتك، وأنا عايز أقول إن ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم وثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري. عندنا مصر تعتبر أحد ثوابت الأمن القومي المصري. مصر في روابط بالقضية الفلسطينية، في روابط جغرافية وتاريخية، ويعني في مواقف كثيرة لمصر من القضية الفلسطينية في أي مرحلة من مراحل القضية دهية، عمرها ما خضعت لمصالح آنية ولم يكن أبدا ورقة للمساومات الإقليمية. مصر دايما لها خط ثابت من القضية الفلسطينية. مصر تنادي دائما ب دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو، عاصمتها القدس الشرقية، وده موضوع ثابت في السياسة المصرية. لابد من عشان نحل هذا الموضوع، مصر دائما تنادي بأهمية إرجاع الحقوق المشروعة لأصحابها. مفيش حاجة اسمها إن احنا نقتطع جزء من قطاع غزة عشان نأمن المستوطنات، لا، ما تحل المشكلة. حل المشكله بتاعه اد الناس، هو اد الفلسطينيين حقوقهم، ومش هيبقى فيه مقاومه ولا هيبقى فيه اي اتجاه ثاني، انما هو للاسف الشديد بيقتطع جزء من قطاع غزه ويعمل ممر امن ويخش على ممر السريم وتواجد في كلام، يعني للاسف الشديد مصر مش موافق عليه لا شكلا ولا موضوعا. برضه هنا لازم ناكد ان هنا مصر يعني مصر أول دولة وقعت اتفاق السلام مع إسرائيل، ومصر كان لها رؤية واضحة من أيام الرئيس الراحل أنور السادات، له رؤية ثابتة في موضوع السلام والمحافظة على اتفاقية السلام. ومصر حتى الآن، حتى خلال الفترة الماضية، كان في القيادة السياسية أعربت عن إن السلام
الأساس وليس الحرب، الحرب هو استثناء. مصر دايما بتقوم بكافة الإجراءات للحفاظ على أمنها ودورها القومي لتحقيق السلام دون إخفال لمتطلبات الأمن القومي. أنا بشكرك شكرا جزيلا اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية، شكرا لك على هذه المداخلة.